الآن اختارت قطعتين من عندي لتطل فيهم لحفلتها الأخيرة من يومين. ومثل ما كلنا منعرف أنه الليلة كانت بتحمل تايتل الليلة الماسية، ليلة فيها كتير من الإبهار. الإبهار شفناه بكل تفاصيل الحفلة، وبنفس الوقت أحلام يعني جريئة وبتعرف تختار لكل مناسبة القطعة اللي بتناسبها. وبما أنه كان الثيم دايموند، اختارت قطعة من مجموعتي الفول وينتر اللي هي كانت برايدل، ضافت لها طبعا بعض التعديلات. وبنفس الوقت اختارت الحلق اللي كان كمان مع التوتال لوك موجود، كمان اللي يضيف دراما على الطلة تبعتها، لأنه بعتقد أنه هيدي الليلة كانت الطابع تبعها هو هالقد بيحمل من الدراما بعتقد. والقطعة التانية كانت كاستمايز، معمولة ل كمان لسين معينة هن عاملين على المسرح. هي عبارة عن قطعة كلها معمولة من ستونز، فيها ألاف الألاف من الشواروفسكي ستونز اللي انعملت بس لحتى كمان تكمل الصورة وتكمل الثيم اللي هي عم تشتغل عليه، مع الكاب الريش اللي كتير كبير اللي كمان نعمل دراماتيك لحتى تكون طلتها كلها فيها دراما، وبنفس الوقت تكون بتلبق لهيدي الليلة.